Oh yeah yeah yeah. Oh yeah. ها؟ شنو كيفاه؟ عدى وسوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بسعادة وبسعادة كالعادة. جنجوني هبط لنا تراك اسمه سنين صعاب. فهمتك شو حبيت تعمل. شنو حبيت نعمل؟ معناها حبيت تغني. غني غنية جنجون. ومتلفت لي لهاني. اوه يا 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 شوف المنقالة تقول وقتي عدى ومشى. حسيني الأولاد. التراك عنده 24 ساعة من اللي هابط 12 توندونس 78 ألف فيو. نمشي نسمع الجنجون ايش قال. ليتس جو مامين، ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق ينطقوك العالم والله، كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق ينطقوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مرة، باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر. ليتس جو. فيسا فيسا هذي صحيح، ما طولتش معنا. عود فما عود في فما عود في الحكايه الاولاد. انت نقبت روحك عملت هيك. لا لحظه ارجع الساعه ثبت عود. عود عود اصحابي الكل. الجيتار هذي قبل ما ننطلقوا الاولاد ان شاء الله اخويا هارد لك. الجمهور الترجي خسر الترجي قداش؟ وحاجه واحد بليش. وحاجه اخرى زيدا ان شاء الله الطفل اللي تضرب غادي كي اخويا ان شاء الله لاباس. شكون انت؟ هذا واحد رجله مشيت لطفي ربي رجله ما عرفش قال لك عنفوهم وضربوهم خاطرهم ماشيين من غير تكيات. حسيت مانيش فاهم الحكايه برشا ما نحبش نتعمق. ف نغار راه السيسي نعرفوه، راهو نغار ما يتيقش في روحه كالفوسه قدك وراه ما يتيقش في روحه نعرفوه. عملناهم بالباهي لهني. لا مش حكايه شوشو، مش حكايه. لا 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 شوشو لا افرق السيستم على على باهي. اي سامحني لحظه، انت لهني السيستم. لا انت شكون دخل جمهور الترجي لجمهورنا؟ ما هو السيستم نتاعنا. اي نحكي لك يختلف السيستم. راهو شوف راهو السيسي عنده خبزه مع ببليك الترجي مع جمهور الترجي. السيسي هو قدك امكم ام انا رئيس جمهوريه كبير عنده مشكله مع ملي قالوا له يا سيسي عادوا والله هم ما كذبوش عليه اما هو ما يحبش مش كان مش كان جمهور الترجي الجماهير الكل جا في المغرب في ما في في الجزائر عن الكل عندنا طفل تونسي رجله تضربت رجله تقصت لطفي ربي ما ولعت عندنا معك خبيزه مباشره. حاسلو اخويا ان شاء الله لاباس. وهذه مش اول مره تصير في مصر. ضربوا جمهور الافريقي في مصر، ضربوا جوارد الافريقي في مصر. كيف كيف اليوم تعاود تصير لجمهور الترجي. صارت وقتها شو اسمه من الجمهور اللي طوال هابط بالتيتر جبدوه من مريولو. يا دي اخويا يعني وين نمشيو غادي؟ يا بوك الناس ما فرحة في حومتنا وين نمشيو غادي كي يا اخويا؟ تصير مواضيع حسيلو اخويا ربي يهدي. شنو نقول خير؟ ربي يهدي وربي يشفي اخويا ولاد بلادنا اللي تضربوا غادي كي وتضروا غادي كي. نمشيو نسمعوا جنجون. اللي فات سنين الصعب خسرت فيها اصحاب، ضربات وجع من القراب، قلبك من دعنيت وتاب. برو فما دربوكا فما اللي قلت عليها عود ماهيش عود، راه جيتار وجيتار ماهيش الكتريك، جيتار جيتارة باهي فما برو فما خويا انماط موسيقية تحسها تونسية. طفل يا خويا تونسية لحظة باهي يلا. خسرت فيها اصحاب، ضربات وجع من القراب، قلبك من دعنيت وتاب، شبع تجراب، نعرف غالط من صواب، في ذيق شكونو اللي تصاب وشكونو اللي غاب، يلي غرك لون الورد. دخله اسمع شوف 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 لا لا هذاك هو. اسمع اسمع لحظه 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 بركه. شكونوا اللي تصاب وشكونوا اللي غاب، يلي غرك لون الورد، استحمل دق الشوك نحمل نستحمل وصبرت. فما برشا راهو انماط موسيقيه لوطا. وشوف لهني تعرف وين هزني؟ هزني متاع رانا شبينا نلوجوا على الدربوكا احنا. برو عنا الزكرة، عنا برشا انماط موسيقيه، آلات موسيقية، عنا برشا آلات موسيقية، شبينا مركزين نحبوا ندخلوا الدربوكة للراب. فما حاجات أخرى. إيقاعية ممكن هذيك، شوف هذيك تبدا تشيخ تاع المزود، عندك المزود، المزود والدربوكة، الباز نتاعو بالراب. اسمع فما حاجات، فما آلات موسيقية حاسة تونسية يعني ولا كيفاش اسمع. غير الناس اللي للزوق خايف كل الوقت يفور، كي الإحساس يموت، أنا من صغري لين كبرت ماشي وين لاقى اللي يقول، وين لاقى اللي يهز. لا لا اخونا شنو هي تعرف هذه كتابة في اليوتيوب، الموسيقى هذه وحدها كتابة في اليوتيوب. شو تتسمى؟
جنجون طيب بيت اخوني فاهم فاش نحكي لك يعني فماش طيب تاع موسيقى كيكا صحيت وماشيين فيه لو في العالم الكل تو ولا شوف تلموه ما فماش موسيقى جديده بعد الدريل مثلا وبعد النيو جيرزي نيو جيرزي معناها ستيلات هذيك ما عادش فماش جديد ولات صحيح ولات البروديوسر قاعدين يعملوا في ميكس ما بين التراب وما بين حبوا يعملوا حاجه جديده صحيح ودخل هذه فينا صحيح خلنا أنا نفهم ما فهمتش الموسيقى شنو يعني تاوية وحدي لدزني لندز حتى ودنيا ضيقت بيا مش باش تراني فما حاجه فما تشتري فما حاجه تحس فيها تونسيه لداخل فما حاجه نحس فيها تونسيه لداخل حتى اللحن اللي قاعده تلعب فيه في اللحن اللي قاعده تلعب فيه في تحس فما 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 تاتش تونسيه فما فما تاتش تونسيه في الموسيقى ديزني لاند حتى ودنيا ضيقت بيا مش باش تراني نتلز وحدي توم في الزد ديزني لاند ولا كيفاش حتى كان الدنيا ضاقت بيا مش باش تراني نتلز لا نمشي معهم بالنيه وما نحتاج منهم ممزيه ما نكذبش عليك قالي جابت روحي نالي اخترت منيش وحيد كي تغمقش روحي نسنا روحي من جديد وين عندك تروحي انتي في دمي والوريد اخونا الفايب محلها حاجة حتى البارول محلها للموزيكا محلها ياسر ارتستيك نرجعوا ورانا ولينا عنا برشا ارتستويت في تونس دمي والوريد وما نكذبش عليك قلبي ساير صخرة وقل لي شكون اللي حس بيك ألف دغرة ودمعة بالظلام الليلي نسيك مريم ديما الصغرى وعشت الدنيا وتمرميد دنيا وتمرميد مريم ديما الصغرى الدنيا وتمرميد عشت الدنيا وتمرميد تو عرفت علاش عاملة 78 ألف فيو كهو احنا التوانسة ما نحبوش الحاجة الجديدة ما نحبوش حاجة تجينا جديدة ريت اي حاجة تجي جديدة اول مرة هكا اخو شنية هذي ما يهمنيش احنا فيها شنية ولنتي قداش عنده تراك مليار نهار 78 الف عامل اكثر من 24 ساعة شفته من نام السنة قبل وقتها وليالي سود تنساك الموت وما ننساكش لين نموت وعاتك حب بلاش حدود ها؟ عندي اقول لك حاجة شوف يعني ديما احب اقول حق والحمد لله الببليك ما يتلامش الببليك ما يتلامش واصل حتى لو كان انت ترى مثلا تجي ناس تفهم في موسيقى ما نعرفش شنو اللي باش يحكي لك بالواحد مع واحد يساوي اثنين وتك تك وذيك صحيحه وذيك غلطه اللي ضاربه غلطه وذيك اصح منها في حاجات تكنيك وفي حاجات كذا راه ما ينجمش حتى هكا يلوم الببليك نجمش لوم الببليك ماناش نلومه في الببليك احنا اليوم قلنا حاجات جديده ما تمشيش مش ما تمشيش بعتالي هذه يمكن بعد عام تتفهم ترى مش بعد عام حتى بعد 5 سنين عادي لو فما موسيقى كيك راهي موسيقى تتسمع بعتالي فما كيما التراك نتاعو البوب هذاك ال كاشوارا طافية لا فولي هاي فولي مش بوب ما نعرفش حتى شنو هي ما هذاك هو الفانكي الجو هذا كيفاش نحكي لك المفيد برو فما تراكات راهي بعتالي ما تعرفش علاش تعمل بعاتك في قبلش الشروط والسيكاتريس اللي قاعدة تكبر شهود صنعت منا جنود صنعت منا رجال صنعت منا سيود عشنا تقولش في الأدغير صحبة مضروبة رتمنها أنواع وشكل يهبلك فايب يهبلك كل شيء أخويا برجولية عنا كعبيت في تونس رو يهبط لك تراك يقنعك جوك مش وجوك موزيكته مش خويا عنا ناس هذوما هما اللي فيل صفلول ناس صفلول خويا بتحكي شيء تراك توبة توبة وحدي ومن بيتش موسيل بفلوس حليل وما يتعبني طريق وبرا وكان طويل وحتى وكان ظلام وحتى وزيد الذيك تمنيتك معي وبرا كان ظلام وحتى زيد الذيك وبرا 76 الف في النهار اعطيني الكاليتي متاع الخدمة تحسها غادي يا نكذبك نقولك ناسيك نخزر للمراية نقول كان انت قاعد ترفيق ما نكذبش عليك قالي جابت روحي نالي اخترت منيش وحيد كي تغمقش روحي نسنع روحي من جديد وين عندك تروحي انت في دمي والوريد دمي والوريد عاود هالي وين عندك تروحي انت في دمي والوريد هو الولاد مش عاود هالي اني لازمني نعمل بوز على الكوبي رايت وما خيت ما نقول كمل دمي والوريد ما نكذبش عليك قلبي ساير صخرة وقل لي شكون اللي حس بيك ألف دغرة ودمعة بالظلام الليلي نسيك
فما هذوما اخويا تحسهم تاع الفنانين عرفتهم كليب يطير تيران برشا فن برشا كليب صراحه معناها فما ناس قاعده تزين في اليوتيوب التونسي بالرسمي اخويا تخدم في خدمة نار معناها تحكي شوف عندك جنجول عندك كازو عندك إيلي عندك سمارة الكليبات الاخرانيين قاعد يشوف في كليبات فما خدمه شكون عندنا اخر باش ما نظلم امباير امباير يا بلو المدرسة خدمة يا بلو ما بالنا كليب الاخراني عنده كليب عنده حتى كي ترجع هو وكلا في مصر ودنيا لا 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 هو امباير يعني اليوم فما كعبات هاكا 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 يجي من مزينين اليوتيوب يا بلو حاجة تشرف معناها عرفت كيفاش قلت شنو عندي اليوم في تونس تز هذه تز في الفيات وتز في الالغوريتم اللي الدقدق من برشا حاجات فما برشا اسباب خلت المرشي التونسي اليوم راهو يفقد في اليوم ولا الظاهره ممكن قبل وقت اللي نحكيه ونقولوا يدي رانا ماشيين راهو المروك راهو مصر راهو تركيا راهو يدي اخونا شوف شوف يدي احنا فاش قاعد تحكي فاش قاعد تخرف التاريخ احنا ما نفهموش ما نفهموش اليوم اليوم قاعد في القهوه نتفرج انا نحب ليتوال نتفرج على ماتش الترجي ونسمع في ناس تشجع في الاهلي يعني قلبي يوجعني علاش مش حر انت جمعيتك وحر ما تحبش مثلا تجي تسال ويقول لك ما نحبش اني عندي شامبيونز ليغ ترجي عند هربا ما نحبش تزيد تبعد عليا فهمت تحب يجيب لك يجي نهار من نهارات ونسبقها في الشامبيونز ليغ عادي عقليه نتاع الجمهور لكن اللي يوجع لي قلبك شنو اللي اللعبه نتاع الترجي برو هذيك لولا في تونس هذيك ربحت لتوالا ليوري تور ما نجمتش تعمل فرصه خطيره على الاهلي هني قلبك يوجعك رانا 2008 2007 سوبر تونسي بين صفاقس وليتوال اللي هز الشامبيونز ليغ ليتوال يعني تولي تحل في الماتش بتاع واللي هز لا نحكيو على كل شيء على مصلحه تونس في كل شيء ساتو اليوم رانا كتوانسه معاش ما نعرفوش معناها تصوير تونس في الموسيقى تصوير تونس في الكوره وقت اللي ما فهمت حاجه نفصل لك ليه يا اخونا خاطر من راه في برشا هيك سطحيه ونعرف اللي برشا عباد تخمم كيك مع احترامي للناس الكل اللي تتفرج في الكوره ولي اني انسان اقتنعت الساعتين نتاع الماتش وكان ديزني ودزك في القهوه باش تقعد وتتفرج حاجتي بهم في حياتي نعمل بهم اهم ما نقولك حاجه الترجي عملت ما خسرت الماتش عملت ما اكسح من انها تربح الماتش وانها تهز الواحد بالمساج هذاك يقعد تاريخ ايه ما هو هذاك في الاخر حتى كي باش تهز كوبي باش يقعد لها في تاريخها وما نعرفش شنو مش كوره عملت حاجه العالم الكل يقعد يتفكر يقولك العباد هذيك احرار وظهرت برشا كذب وبرشا نفاق اللي برشا عباد قاعده تتحدث لهني الرافيه ومن تتحدث والله السيسي غير يلقي روحه وحده وبرا ما باش يدخل على اسرائيل نتاع باش يغطس بيهم انت باش يغطس علم ما حبش يتهز ترجي اليوم جمهور الترجي فضع لك اكل قزم اكل قدك بالفرشه معناه فما كيكه واليوم فما مريول كما هذا اخو هذا بالضبط اليوم في المدرجات كيفاش دخلوها الله اعلم كملوا نتفرج شوي والليالي سود والليالي سود شبيك خبص كيكه فتفوتك قدودك قدودك والله اخونا حاسين الاولاد والله لا 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 انتوا فاكرين انها جت لا 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 هم عارفين يدول عارفين خلينا نحكيوا على الموسيقى بس لا مصر ام الدنيا لا لا ما اعطاك جمله مفيده جمله حاسين الاولاد التراك ياسر 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 ارتستيك جنجول لا متى دي قاعدين بالرسمي كي نرجع لكلمه هيكل كي قال عنا منافسة كبيرة ولو معاه في كلمة ارتيست على كلمة ارتيست اني ارتيست اكثر منك اني تطلع حاجة فنين اكثر منك صحيح وهذا يا حاجة زاد فيها حاجة ايجابيات وفيها سلبيات برشا ايجابيات لما فيها زاد شوية سلبيات سلبيات زاد فما نقاط استفهام على الارقام هل نشوفوا اليوم جنجون والنردو ارقامهم ما عادش كقبل هل على خاطر اتجهوا للمسلسلات وخلاوا رواحهم معناها كما نقولوا راهو اليوم كي باش تعمل رامزوز نجحوا في المسلسل اني اليوم في تمثيل جنجون ونردو بالرسمي ابهروني يا برو راهو شوف الارتيستوات اني هيك فكرتي الارتيستوات بصفه عامه
بخبرتهم في الكليبات والدنيا راهو يستانس ويولي يتصرف سبونتاني راهو قوة. انت كي تجي تشوفهم اليوم كي تجي تشوفهم بشنية يقول لك اقنعك ياسر سبونتاني يقول لك باهي اليوم جنجون ونردو يعني هل نجم حطوه باهي خلينا نكمل نطاري قدو القدام عارف اليوم هل الدور نتاعو في المسلسل تأثر له على موزيكته وخاطر هذا اللي ريناه نردو وجنجون على شنو تحكي على الوقت وعلى الكاليتي نتاع الموزيك على الوقت اي بعده هالموزيك خلي يبعث لي ارقام وطيح حاجه اخرى راه مش كان نردو جنجون نرجعوا الكافون اللي شاب في المسلسلات ما عاش فما مشو بارز في الساحه كيف نرجعوا شكون اخر عندنا مثل سانفارا ما تسماش رجع بقوه من يعمل الدور بالرسم بالرغم اللي هو ماهوش كالدور البارز برشا لحظه خلينا نكمل على عكس سامارا اللي ما عمره ما توجه للتلفزه ولا مثل ولا خمم يمثل بالرغم راني يعني نفترض انه جاته عروض كاسم كيما سامارا ونشوفه فيه في نجاح كبير في الموزيك هل انت تشوف اللي تمثيل قاعد يعطل ولا حلل يدويني صاحب تاع استوديو تحليلي اذا مش تحكي على الوقت راهو ممكن يكون العامل الوقت عنده عامل على تأثير عن الأمر لكن ما يكونش بالطريقة الكبيرة ممكن وأصلا استراتيجيات كل أرتيست كيفاش يحب يخدم ديجا عندي ترافي لي مثلا كل قداش كل شهرين كل كذا صحيح ويلي زيدا مش كان سامارا ايلي وسامارا زوز بعاد على المسلسلات قعدوا ايجا اقول لك حاجة ايجا اعطيك مثال عندي ايلي مثلا ايلي التراك الاخر نتاعو تقريبا في نهار اعمل نفس المشاهدات نتاع الزوز اعمال الاخرانيين واحد في جمعتين واحد في 10 ايام في نهار عملهم يعني حتى الموسيقى روحا وقالبا وهي شنيه فيها راه عنده دور كبير اليوم كما قلت انت جنجون مثلا نسمع في حاجه جديده الببليك ما يحبش يغامر ويسمع معناها يحب روحه قدر اني ناكد لك اللي تسمع 10 مرات ترك هذا 6 مرات تولي تقطعات فيه يعني يحب روحه في الكامفورت زون نتاعه الموسيقى اللي يستانس بها ينجم يكون هذاك عامل التجربة جديدة مغامرة خاطر في الاخر راه ارتيست كيف يجرب موسيقى جديدة ويجرب يسمع برشا آلات موسيقية كما حكيت انت برشا فهمت هبلة نتاع موسيقى وكيما فولي اللي فات زاد ماهيش مستانسة به الأذن التونسية ينجم يكون عامل وحكاية هذيك انك تتحرك فيسا استراتيجيات في تونس راه فيها أكثر حاجة عند سامارا مثلا انك تتحرك فيسا وكما قلت لك سامارا ذاك الشيء ذاك خلاه يكون عنده ميزه بينه وبين الببليك نتاعو ما مراش فيها موجوده عند اغلبيه الارتيستوات اللي هي تاع واحد منا عرفت فما كونتاكت مباشر تحسه ما تلقاش عند ارتيستوات اخرين هذايا كيما قلت لك زاد تلقاه في مصر عند محمد رمضان ما تلقاش في الوطن العربي زوز هذوما بالك حاسلو كثرنا على الاولاد حاسلو الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده اعمل علينا تلا في الانستغرام ما تخافش غادي كاين ما يتعدى عليك شيء كان الصاد باي باي حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت عقوك العالم والله كتعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع طلع الله حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت عقوك العالم والله كتغنيش تقري وراك تذر حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر